رفيقي زميلي رفيق، مرحبا بك. من قسم الرياضة، الخبر الرياضي هو رسمي تأهل الترجي الرياضي التونسي النادي الإفريقي إلى مرحلة البلايوف بعد اجتماع مكتب الرابطة. نذكر القرار النهائي هو تأهل الترجي الرياضي التونسي النادي الإفريقي إلى مرحلة التتويج. هكا الترجي الإفريقي من المجموعة الأولى يلتحق بالنادي الرياضي الصفاقسي النجم الساحي من المجموعة الثانية في مرحلة البلايوف. رباعي نذكر بهم الترجي الرياضي التونسي النادي الإفريقي النادي الصفاقسي والنجم الرياضي الساحلي. نعاود نذكر بالخبر على الحصري على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، القرار هو تأهل الترجي التونسي والنادي الإفريقي إلى مرحلة البلاي أوف. يعطيك الصحة، بارك الله فيك.